ومعنا الدكتور نصر الحريري عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني. دكتور نصر مساء الخير. مساء الخيرات أخي، حياكم الله. أهلا بك دكتور نصر معنا في هذه النشرة. يعني هل يمكن اعتبار ما طرحه حجاب خارطة طريق النهائية للمعارضة السورية للمرحلة القادمة؟ يعني الحقيقة أنه المؤتمر الرياض يعني خرج بنتيجتين إيجابيتين. النتيجة الأولى هو البيان العام الذي خرج بإجماع غير مسبوق صراحة، ووضع هذا البيان المحددات والنقاط المتعلقة بالموقف التفاوضي الذي سيذهب إليه الفريق التفاوضي الذي ربما يشكل خلال الأيام القادمة، ونص هذا بشكل صريح على عدم وجود يعني لا بقاء لبشار الأسد في المرحلة الانتقالية أو في مستقبل سوريا. اليوم الدكتور رياض حجاب منسق الهيئة العليا للتفاوض يعني لخص هذه المحددات وأعاد التأكيد عليها مرة ثانية من أننا ننطلق في العملية السياسية من بيان جنيف، تشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية، وعدم وجود أي دور لبشار الأسد في المرحلة الانتقالية وفي مستقبل سوريا. نعم، هو يشكل الملامح العامة لخارطة الطريق أو محددات السياسية للموقف التفاوضي المزمع الدخول به إلى المعركة السياسية المقبلة في عام 2016. نعم نعم دكتور نصر، ما الذي يمكن أن تحققه هيئة المفاوضات العليا للمعارضة في ظل التعنت الروسي وعدم وضوح موقف المجتمع الدولي تجاه الحل السياسي في سوريا، وحتى أن رأس النظام رفض التعامل مع هذه الهيئة وهذه التشكيلة كاملة؟ نعم، يعني على الرغم من يعني إرادتنا القوية للوصول إلى حل سياسي يوقف شلال الدماء المستمر منذ ما يقارب 5 سنوات ويحقق لأهلنا وشعبنا في داخل سوريا وخارجها الراحة والأمن والاستقرار وتحقيق مطالبهم التي خرجوا من أجلها، ولكن أنا أشاركك الملاحظة بأنه لا الظروف السياسية والدبلوماسية ولا الظروف العسكرية تنبئ بخير أو بمنتجات لهذه العملية السياسية. الروس اليوم يعني اقترب يمكن 2 أو 2.5 شهر من تدخلهم العسكري الغاشم، ويقصفون كل المناطق التي تخضع لسيطرة الثوار والمعارضة، ولا يقتربون تقريبا من المناطق التي تسيطر عليها داعش، مستمرون بمواقفهم المتعنتة الداعمة لبشار الأسد في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة وفي الاجتماعات السياسية المتعلقة بالملف السوري. ولكن أقول أن المعارضة يعني عملت ما عليها واجتمعت وتوحدت على بيان واحد، وأخرجت هيئة عليا للتفاوض تكون مشرفة ومرجعية للعملية التفاوضية، وبالتالي خلقت وأنشأت الأدوات اللازمة للدخول بالعملية السياسية إيمانا واقتناعا بأننا مستعدون للعملية السياسية. وهذه يعني رسالة وواجب أخلاقي والتزام قانوني أمام المجتمع الدولي أن المعارضة جاهزة للحل السياسي، في حين أن من يعرقلها دائما منذ 5 سنوات إلى الآن من مبادرات جامعة الدول العربية إلى المبادرات الأممية وقرارات مجلس الأمن إلى عملية جنيف 2 التي يعطلها، الذي يعطلها ويقف في وجهها هو هذا النظام المجرم وداعموه، وهذا يضع الجميع أمام مسؤوليات أن يتم التعامل بشكل جدي أكثر لإيقاف شلال الدماء حتى لو رفض بشار الأسد، وإلا الأمور ستذهب إلى مزيد من التصعيد، مزيد من الكوارث وتفاقم للأزمات التي اليوم أصبحت تهدد الأمن والاستقرار العالميين، من أزمة اللاجئين إلى أزمة الفوضى والإرهاب والتطرف الموجود صار ليس في المنطقة فحسب، بل انتشرت أذرعته في عديد المناطق الموجودة في العالم. اليوم هذا يضع الملف السوري تحت المجهر، ويجب أن يسعى الجميع لصنع هذا الحل حتى لو رفض النظام، رفض داعمو النظام، ويستطيع المجتمع الدولي إذا يعني أخذ هذا الموضوع بجدية يستطيع أن يولد الآليات اللازمة لإقناع الروس أو الضغط على الروس لجلب حليفهم هذا المجرم بشار الأسد إلى طاولة المفاوضات وبالتالي الوصول إلى الحديث. نعم دكتور نصر، يعني سؤال ربما يخطر في بال الكثير من السوريين، النظام سيشكل وفدا ليفاوض هيئة المفاوضات التي اختارتها المعارضة، برأيك ماذا سيكون رد الوفد عندما
يكون رأي هيئة التفاوض أن لا مستقبل للأسد؟ ماذا سيكون رأي وفد النظام؟ نعم سيد الكريم، الجميع يعلم أن اليوم النظام في سوريا، ليس الجميع، الأغلبية يعلم أن النظام في سوريا انتهى، وباعتقادي الثورة التي خرجت من أجل إسقاط نظام بشار الأسد هي ثورة نجحت ومنذ فترة. اليوم الملف هو مستلم بشكل كامل من الروس والإيرانيين، بالتالي لا يوجد أي كلام أو رأي أو موقف للموقف للوفد التفاوضي الذي يبعثه النظام. هذا القرار بيد داعمي النظام. إذا كان هناك توافق على الوصول للحل السياسي ستجد أن الوفد سيوافق، وإذا كان الروس فعلا بقوا متعنتين ولا يريدون لهذه التسوية أن ترى النور، ستجد أن الأمور تعقدت ولم يتم التوصل إلى أي قرار. أما بشار الأسد لم يعد لديه من الأمر أو من التدبير أي شيء. وصلت الفكرة. الدكتور نصر الحريري، عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني، شكرا جزيلا لك.